طيب هذا كباب ذاكي، هذا كباب ياباني مامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة عرب في كوكب اليابان وفيديو جديد. أهلا وسهلا، اليوم إن شاء الله رح نحكي 10 معلومات متعلقة بالأكل في اليابان، ومن ضمنها رح تعرفوا إحنا كيف كعرب مسلمين مدبرين حالنا في الأكل هون. وأول معلومة اللي هي عن الضريبة في اليابان. نسبة الضريبة في اليابان 8%، يعني أي إشي بتشتريه رح يزيدوا عليه نسبة 8% من سعره، شو ما كان إشي كبير صغير، أكل شرب، أي شغلة بتشتريها في اليابان. فزي ما أنتم شايفين هنا على الليبل تاع الأسعار، في عندك السعر الأصلي للمنتج والسعر زائد الضريبة، فلازم دائما تكونوا منتبهين على السعرين حتعرفوا كم سعر الأشياء اللي أنتم قاعدين تشتروها. اليوم جولتنا ان شاء الله راح تكون في جيومو سوبا، غير انه منتشر كثير في اليابان وبفضله كثير من اليابانيين، برضو له كمان خصائص اخرى، فخليكم معنا. وثاني معلومة، لانه اليابان بلد الشغل والنشاط واللي الشعب المشغول 24 ساعة، فمخترعين وعاملين الوجبات السريعة او الجاهزة بجميع اشكالها وجميع انواعها، يعني من حلويات، من أكلات بحرية، من أكلات عادية، زي ما هنا عاملين رز مجمد وطبخة جاهزة، يعني بس إنه مثلا بيحطوها بالمايكرويف بتصير جاهزة، أو مثلا إشي بيزيدوا عليه مي حامية، أو بس مثلا القلي الجاهز، يعني من كل ما بتتخيلوا مجمدينه وعاملين منه وجبات سريعة. ومثلا زي هذا الرز اللي استغربت لما إجت على اليابان شفته، يعني واستغربت، اللي هو رز مجفف، بس تمسكوه بتحطوه بالمايكروويف وكم من دقيقة ولا هو جاهز يعني. ولا يعني انه وجبات سريعة وجاهز انها يعني مش صحية، لا بالعكس، يعني ممكن تلاقي وجبة يكون فيها كم من شغلة مش صحية والباقي يعني صحي، رز عادي بدون بهارات، يعني بدون ملح وسمك، فيعني مش ضروري انها تكون وجبة سريعة فانها يعني وجبة مش صحية. المعلومة الثالثة، انه في جيومو سوبا او حتى في بعض المحلات الاخرى موجودة في اليابان بتوفر عندهم منتجات حلال، بداية من الدجاج يعني واللحوم الى انواع اخرى من المنتجات. هي اصلا بالاصل يعني هاي المنتجات بتكون عليها ليبل اللي هي طبعة الحلال، لكن هم حتى يسهلوا عليك انه تعرف انه في هذا القسم او في هذا المكان في اشياء حلال، بيحطوا هاي الطبعة البارزة والظاهرة اللي ممكن يعني بسرعة تتعرف انه هذا الاشي حلال، وانه بدون ما تقعد تدور وتبحبش بالمنتج انه في عليه طبعة ولا ما عليه. المعلومة الرابعة بتتعلق بالفواكه والخضار. الفواكه والخضار بشكل عام في اليابان بتنباع على بشكل عينات، يعني بالنسبة لنا للدول العربية، مش بالكيلو او مثلا بالكميات، او حتى احيانا بتنباع بالحبة، يعني حبة خيارة وحبة بندورة هيك بتنشرة يعني. والاسعار مقارنة في اسعارنا في الدول العربية يعني غالية، يعني اذا بدكم تعملوا قلاية بندورة فبدكم مبلغ وقدره يعني حتى تقدر تشتروا كمية كبيرة وتعملوا فيها. لكن هنا في جيمو سوبا بشكل عام انه يعني مقارنة باقي المحلات هو ارخص من باقي المحلات الاخرى الموجودة في اليابان. المعلومة الخامسة واللي هي انتشار اجهزة الدفع الالي في اغلب المحلات التجارية في اليابان، فبمجرد ما يمرر الكاشير جهاز حساب الاسعار على جميع مشترياتك بتنتقل للجهاز الجهاز الاخر اللي هو جهاز الدفع الالي، وتحط فيه المبلغ وتطلع لك الفاتورة. وحتى في بعض المحلات بيكون فيها الجهاز كامل يعني دفع وحساب الي، انت بتحسب اغراضك عليه وفي نفس الوقت بتدفع مرة واحدة. والمعلومة السادسة انه في اغلب المحلات التجارية في اليابان بيكون التغليف ذاتي، يعني انت اللي بتغلف اغراضك، مجرد ما حسبت دفعت تنتقل لركن معين وبتغلف اغراضك لحالك وتحطهم في الاكياس. ومعلومة صغيرة يعني انه احيانا بيكونوا حاطين عند الاكياس هيك منشفة مبلولة بحيث لما تفتح الاكياس يعني يسهل عليك الموضوع، هي حركة بسيطة لكن يعني بتسهل وقت وبتسرع الموضوع.
المعلومة السابعة واللي هي انتشار مطاعم ومحلات المواد التموينية الحلال في اليابان، مش بكثرة لكن موجودة يعني الحمد لله. فبإمكانك تروح على يعني مكان لمواد تموينية يكون كل موجود فيها حلال، وأكيد يعني راح يكون منها يعني مستورد من برا، ففي منها كمان بيكون يعني مواد غذائية من بلاد عربية. وزي ما انتم شايفين متوفر فيه جميع انواع البقوليات اللي بنستخدمها احنا في الدول العربية، كعدس وحمص وفريكة، وممكن تلاقوا كمان ملوخية مجففة، يعني ما شاء الله موجود من كل المكسرات والفستق الحلبي وغيرها، هاي يعني الحمد لله موجودة. وطبعا اهم اشي لطبخاتنا العربية واللي هي البهارات كالهيل والقرفة والقرنفل وغيرها. أما المعلومة الثامنة فهي تابعة للمعلومة السابعة، واللي هي إنه توفر مطاعم الحلال في اليابان، مش بس انه مثلا تكون مطاعم اجنبيه لانه هذا مطعم هندي، لكن برضه في نفس الوقت في مطاعم يابانيه واكل ياباني يعني شعبي، بس برضه في نفس الوقت تكون كامل حلال. ولانه مطعم بماركه حلال فموفرين فيه مكان للصلاه. نفس الوقت الحمامات اللي كانت موجوده هناك كان فيها يعني زي باقي الحمامات الموجودة في اليابان بشكل عام، بكون فيها خدمة المكان اللي ممكن الأم تغير فيه للبيبي إذا كان معها، وبرضه مكان اللي تقدر تتوضى فيه. وصراحة يعني لا أحبذ استعراض الصور المتعلقة بالأكل، لكن هم من باب المعلومة حتى أحكي لكم إنه الأصناف الوجبات اللي هناك يعني أبدا نفس طعم الطعم العربي والبهارات العربية. فيعني حتى لو كنت في اليابان لا تخاف إنه مثلا ما تلاقي مطعم بنكهة عربية أو بنفس طعم البهارات العربية. المعلومة التاسعة واللي هي إذا ما كان محل حلال أو المطعم الحلال قريب من عندك، فإمكانك تطلب عن طريق الأونلاين. مجرد ما بتختار بدك إياه، لحمة، دواجن، أسماك، أي شيء بخطر على بالك. وأحيانا بتكون بعض المواد المتوفرة على الموقع يعني حلويات عربية أو مثلا كنافة اللي بدك إياه، يعني أحيانا موجود على الموقع، فعادي مش مضطر تروح لمكان بعيد، بس تطلب أونلاين وبيجي لبيتك. والمعلومة العاشرة والأخيرة إنه إذا ما بدك تشتري خضروات أو فواكه من المحلات، لأنه ممكن يكون مثلا فيها مواد كيماوية أو معدلة، فهناك مواقع كثير على الإنترنت في اليابان بتبيع اللي هي المنتجات الطبيعية 100%، وبوصلوها برضو لباب البيت، وممكن تشترك معاهم بحيث كل شهر أو كل أسبوع يبعثوا لك منتجات من المنتجات الموجودة عندهم. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، ولا تنسوا دعمنا وحتى نثري مع بعض المحتوى العربي. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وأي سؤال أي استفسار كونها تجربة شخصية مستناكم في التعليقات. استنونا في الفيديو القادم واللي هي رحلة لحديقة ساغاميهارا. كانت معكم فاطمة عناني من الأردن، دمتم بخير متابعينا.